قسم الآن بالعالم كله هو قسم المحاسبة. أنتم تعرفون الآن هو اللي يتحكم بالسوق هو المال، فما دام المال يتحكم بالسوق فإذا حيكون أنتم حتكونون متواجدين في كل تفاصيل التعامل بالمال. هو إحنا الآن العراق اتجه إلى اقتصاد السوق، فمعناها أنه تحولنا إلى شركات. إحنا ما نتكلم أنه طلابنا يفكرون خاصة في قسم المحاسبة، فكرون يتخرجون يريدون فرصة عمل بالمؤسسات الحكومية. لو هذا الكلام صحيح ما عجزنا عن إيجاد أساتذة بألقاب علمية في تخصص المحاسبة حتى نسد النقص في أقسامنا في كل الجامعات العراقية. كل الصعب نحصل على تخصص المحاسبة وبألقاب علمية عالية. ليش؟ لأن يعني معظم اللي يتخرجون من المحاسبة يتحولون يفتحون مكاتب، يكون محاسب قانوني أو يشتغل في إعداد الميزانيات أو يشتغل في التدقيق على حسابات الشركات المختلفة. ولهذا نشوف دائما قسم المحاسبة عليه إقبال قوي. فإحنا نتمنى من عندكم أن تستغلون كل دقيقة بالمحاضرات، كونوا على ثقة حتحتاجوها، كل تفصيل بسيط حتحتاجوه بالمستقبل. هدف القسم هو تزويد الطالب بالمعرفة المحاسبية في مجال النظم المحاسبة، باعتبار المحاسبة هي نظام للمعلومات يهتم بتسجيل الأحداث الاقتصادية ذات الطبيعة المالية، يعني أي حدث اقتصادي في أي منظمة أي وحدة يهتم تحت المحاسبة تهتم به، من حيث تسجيله وتوبيبه وإعداد القوائم المالية اللي يتم نشرها للقراء المستفيدين الخارجين سواء المستثمرين أو مقرضين. إضافة إلى هناك نظم معلومات محاسبية أخرى كمحاسبة التكاليف، المحاسبة الإدارية، هذه تعد تقارير داخلية تفيد الإدارة في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. فخريج القسم يكون مزود بكل هذه المهارات سواء كمناهج تعليمية أو كتطبيقات محاسبية من خلال الحاسوب.